معنا اول تحيه من ذاك الفقيه، وكنتمنى له العقاب الشديد. وانا تعرضت الاولانيه للتحرش، ومهم بزاف المرات ماشي وحده. المهم كان يهددنا كان المهم كان كيهددنا ملي كنمشيو نقولوها للوالدين ديالنا ما كيتيقوش بينا، كيتبعني ميحات. المهم بعد ملي ما كنتش كنبغي كان كيهد معايا باش يضربني. بعد مرات الحلوى المهم كان كيهضكنا بشي حاجه باش زعما نتبعوه. كان كيضربنا وكان كيعملنا بزاف ديال الحاجات خايبه. شحال اش حيوانه كنقرا في الجامعه؟ المهم من 8 سنين 13 ملي كانت عندي 13 عام خرجت من الجامعه. يعني هاد السنوات كامله كان كيتحرش بك. نسينا ما عرفاش. انا وبنات ملي كنا كنمشيو للمدرسه كنا كنعاودوا من بعضياتنا هادشي، ولكن ما كناش كنقولوها للوالدين ديالنا. المهم كنا مهددين منه، كنا خوفان ما يعني حتى اذا مشيت عملت شي حاجه كنبقى نفكر ببالي ما نقدرش نقولها، ما يعني كيعاقبنا حتى اذا مشينا عملنا شي حاجه كيعاقبنا اللي كنا عارفين اربعه بينا. حنايا ملي كيادينا اي وحده، يعني اي وحده ملي كتجي ملي كنكونوا ماجيين في الصباح مثلا 6 ولا 7، يعني ممكن يكون باقي ثلاث كيجي تعرضنا في الطريق، ما كيخليناش ندخلوا للجامع مثلا، كيعلقنا على التقن ديالنا كيجرنا، وهي ما كيخليناش نمشيو للجامع، يعني مهددين ما عندنا ما نعملو. حنا كنا اربعه بينا كنقولوا من بعضياتنا، يعني اصدقاء مع بعضياتنا، كنا كنمشيو للمدرسه وكنقولوا من بعضياتنا هادشي غير بيناتنا، ماشي حتى واحد ما كان كيخرج سرد اخر، كل واحد وفاعل. ولكن بالنسبه لي انا عارفه البنات شكون هما، يعني الاصدقاء ديالي عارفهم شكون هما، ولكن يا اخرين الزياده ديال اخر ما عارفاش شكون الاسم ديالي. لا ما سمحولوش، احنا ما سمحولوش، وكنتمنوا له العقاب الشديد، والله يحق الله ياخذ الحق فيه. غصبنا في الحياه ديالنا وحنا باقيين صغار، ما كناش فاهمين ما كناش عارفين، حتى كبرنا وقرينا داكشي في المدرسه في الطبيه الاسلاميه في بزاف د المواد المدرسه، ديك الساعات فهمنا. ما نسمحولوش حيت حنايا واخا هو كان فقي وكان قاري القران وكان واعي وعارف هادشي انه حرام، ومهم شاو تعدى علينا. حنايا كنا باقيين صغار، كنا باقيين قاصرين، ما كناش فاهمين هادشي. الله ياخذ الحق.